مرحبا بكم شيوات ماما. وصفتنا اليوم هي أكلة تركية واسمها أدنى كبابي. دونك أدنى إلى نسبة مدينة أدنى. هي وصفة يعني خفيفة، دونك وصفتو معها تسخانة. نبداو بالمقادير. بسم الله، نسحقو كمية من اللحم المفروم. دونك هنايا في الوصفة الأصلية يخلطو يعني النصف يديرو اللحم غنمي والنصف تاع لوفو. فوالا، دونك لحم مفروم، ملح، فلفل أسود، توابل خاصة بالكباب. هنا تقدروا تعوضوها باغ اكزومبل فلفل احمر ولا واش تحبوكم، يعني واش تحبوا توابل، وشويه فلفل قناوه دونك مدروس هاوليك حار، حبه صغيره تاع بصل مقطع الى قطع صغيره، الى عندكم بصل خضر مليح، شويه تاع الكزبر تاع الحشيش. نسحقوا هنايا دي بروشيت، هي في الحق يديروها الكمون تاني، انا ما نحبش الكمون. فوالا نبداو. بسم الله، اول حاجه داك الملح المفروم تاعنا نديرو البصل مع الحشيش، الكزبر اللي ما يفهموش اللهجه الجزائريه الكزبر، الملح. بسم الله، الفلفل الأسود، حندير داك لو ميلونج تاع التوابل، نزيد شوية حار، غير تستغناو عنو هادي اللي عندكم يعني اطفال وما تحبوش ديرو الحار ولا ما تاكلوش الحار دو سامبلومون. وكمية قليلة جدا من الزيت زيتون، مام با نصف ملعقة، قطرة برك، راح نخلطو بيدينا. هاد الوصفه في الحق تندار يعني يطيب فوق الجبر، دونك الا كنبقاو ديرو سور لو باربيكيو سون كور ميو، يجي خير. الا ما عندكمش الوقت ولا ما عندكمش ما تقدروش، معليش ديرو كيما انا حندير، نشويه ديريكتومون هكذا فوق صوف مقلاة ولا كريبيير ولا واش عندكم. دونك انا هنا حندير ربع حبات، خلطوه مليح باش تخلطو كامل هذوك التوابل. نقسموها لأربعة، نمشيو نديروه مقدقد. بسم الله، دونك نحكمو كل دونك شاك بول، ندوروها مسكين، ندوروها بالبطول باش نديرها بودة. يعني لا فورم تاعها معروفة، يجو طوال، حطوها باش نديرو، ندخلو هداك المطرق تاع البروشيت، نسيو نخدموها معاه. دونك نحب هكذا، نسيو نطولو فيها، هي ما تجيش خشينة، تجي رقيقة. ومن بعد نحطوها هكذا، نبا بلاطي لا فيوند هكذا، هذه هي تجي لا فون تاعها هكذا.
هنا، حتى مباشرة نطيب. بسم الله. إذا كان المقاد راكم تلصقوا ديروا شويه فقط تاع الزيت، لا ما تلصقش خلوها هكذا. انا نروح نكمل الحبات تاع الاخرين، نخليهم يطيبوا ونقدمه لكم ان شاء الله. زين ها ملي يكونوا يطيبوا غير تشوفوهم حمارو من جهه قلبوهم كما هذه قلبتها، وعسوهم بيان سور دونك ملي قلبوهم تطيبوا كومبليتمون. اذا الطبق تاعنا راهو جاهز، الريحه تاعو راهي بنينه. دونك درت معاه البرغل، هاد البرغل راني سبق درت لكم فيديو على طريقه التحضير تاعو. شويه لو تاني الحار، ويحب تاني هو الفشلا سلاد مع بزاف البصل، نوريه لكم من قريب. هذاك اللحم جات فيه مليح ريحه الحشيش مع البصل. فوالا، ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو، تشتركوا في قناه شيوات ماما فيسبوك تويتر ويوتيوب. نقولكم شهيه طيبه ومع السلامه.